قبل ما نبدأ ملخص الفيلم، ياريت ما تنسوش تشتركوا في قناتنا الجديدة حكاوي المشهد، لأننا نزلنا فيها فيديو جديد على سر اختلاف كريم عبد العزيز. هسيب ليكم رابطها في الوصف. بيبدأ فيلمنا مع سبلينتر اللي بيقول لأولاده إن في عصابة بتسمى فوت كلان بيقتلوا الصالحين بدون أي ذنب، وإن زعيمهم هو شريدر، وبيقول لأولاده إن أنتم أمل أهل نيويورك الوحيد ولازم تتدربوا علشان لما يحين الوقت تقدروا تقضوا على عصابة فوت كلان. وبعدين بنروح لإبريل اللي بتبقى صحفية وبتعمل تحقيق مع شخص هجموا عصابة فوت كلان على مقر شغله واللي بيكون مكان نقل الكيماويات. وبعدين بتروح لفيرن اللي بنعرف إن هو مصور وبيكون معجب بيها وبيقول إنها جاية على نفسها جامد في الشغل وانها المفروض ترتاح، ولكنها بترد عليه وبتقول له انها عايزه تعرف كل حاجه عن عصابه فوت كلان. واثناء طريقها للبيت بتسمع صوت في الحاويات اللي حصل فيها سرقه العصابه قبل كده، وبسبب انها بتحب شغلها بتصورهم ولكن الضوء بيبقى ضعيف، فبتدخل للمكان في سريه وبيروح للعصابه اللي بيلمحوا حركه غريبه. فجاه بيتم الهجوم عليهم بدون حتى ما يعرفوا بيتهاجموا منين، وبتقول لهم قائدهم قرر ينسحبوا، وفعلا بيخرجوا من المكان وبتشوف ابريل جسم غريب وقبل ما تصوره بيكون اختفى، وبتصور علامه غريبه على الحاوية. وتاني يوم بتروح لرئيستها وزمايلها في الصحافة وبتقول لهم على اللي حصل وان في شخص اتصدى لعصابة فوت كلان ولكنهم مش بيصدقوها، وبتقول لها برناديت لما يكون عندها دليل قوي تبقى تتكلم. وبعدين بنسمع في الاخبار ان بسبب الجرائم اللي عمالة تحصل راح عضو المجلس دان جريجول لرئيس البلدية واقنعه ان هو المفروض يتعامل مع شركة ايريك ساكس للصناعة علشان ياخدوا اسلحة اكتر تطورا ويقبضوا بها على المجرمين. وبنروح لشريدر اللي بيقول لكاراي ان رجالها ضعفة، فبترد عليه كاراي وبتقول له ان هما ما كانوش يتوقعوا ان يحصل عليهم هجوم وان اللي هاجموهم ما كانوش بني ادمين، فبيقولها شريدر تستخدم الابرياء عشان تجيب اللي هاجموهم وساعتها يقدروا يقتلوهم، وبيقولها ان هما هيملكوا المدينه قريب. وبنرجع لايريك اللي بيلقي خطاب وبيقول ان هو لما كان صغير حصل هجوم على المختبر بتاعه من قبل عصابه فوت كلان، وانه بيوعدهم ان من هنا ورايح معاملات الحكومه هتكون مع شركته وانه هيقدم لهم كل اللي محتاجينه علشان يقبضوا على العصابه. وبعدين بيتكلموا ابريل وبتقولوا ان والدها كان بيشتغل معاه في المختبر، وفعلا ايريك بيفتكرها وبيقولها ان شغلتك في الصحافه اكيد والدك لو كان عايش كان افتخر بيها. واثناء ما ابريل في العربيه مع فيرن بتلاقي الناس بتهرب من المترو، فبتروح علشان تعرف ايه اللي بيحصل، وبنروح لجماعه بيرابوا اللي بيحصل في المترو وبنعرف ان العصابه حاجز رهاين فبيتحركوا عشان ينقذوهم. وبنرجع لابريل اللي بتدخل المترو وبتتجسس على العصابه، ولكن فرد منها بيشوفها وبيحطها مع الرهاين وبيتقول كراي للنينجا يجوا والا هيقتلوا الرهاين. وفجاه الانوار بتنطفي وبيجوا نينجا وبيضربوا قصاد العصابه، وبتكون ابريل بتسجل كل ده بالموبايل بتاعها. وبعدين بتنفتح الانوار وبيلاقي افراد العصابه اللي مربوطين وبيخرجوا الرهاين، ولكن ابريل بتتجه لسطح العماره عشان تشوف لو النينجا موجودين هنا، وفعلا بيبقوا هناك وبتصورهم ولكنهم بيعرفوا بسبب ضوء الفلاش، وبيجوا ليها وبتبقى ابريل مفاجاه لان النينجا طلعوا سلاحف وبتتكلم، فبيجي لها ليوناردو قائدهم وبيقول لها تجيب الموبايل ولكنها بيغمى عليها من الصدمه. وبعدين بيفوقها وبيعرفوها ان هم نينجا ومتحولين، وبنعرف ان دوني حذف سكرت موبايلها علشان الصور تتحذف ومحدش يعرف بوجودهم، وبيقولها ليوناردو انها لو قالت لحد عليهم هيلاقوها. وبعدين بيسيبوها وبيمشوا، واثناء ما بيمشوا بتسمع ابريل اساميهم وهم بينادوا على بعض واللي بيكون ليوناردو ورافيل ودوني ومايكل. وبعدين بتصورهم ولما بتروح بتدور في كتبها وتسجيلاتها القديمه مع ابوها العالم اللي كان بيعمل تجارب مع ايريك على مجموعه من السلاحف وفار، وبنعرف انها كانت مسمياهم نفس الاسماء اللي سمعتها بينادوها على بعض. وبعدين بيرجعوا سلاحف النينجا لبيتهم وبيبقوا بيتسللوا عشان معلمهم سبلينتر ما يعاقبهمش، ولكنه بيشوفهم وفعلا بيعاقبهم عشان يقولوا له كانوا فين. وبنرجع لابريل اللي بتكلم رئيستها في الشغل على اللي حصل وان اللي بيدافعوا عن المواطنين هم سلاحف اجريت عليهم تجارب فتحولوا، وبتعتبرها برنادات مجنونه وبتطردها من الشغل. وبيقابلها فيرنا وبيعرف منها انها عايزه تروح لشركه ايريك ساكس وبيقول لها ان هو هيوصلها. وبنروح لسلاحف النينجا وبيكونوا لسه ما قالوش للمعلم بتاعهم على اي حاجه، ولكن مايكل مش بيستحمل وبيقرب كل حاجه، فبيتضايق سبلينتر منهم جدا عشان شافتهم بنت، وبيقول لهم انها كده في خطر وانهم لازم يجيبوها هنا. وبنرجع لابريل اللي بتروح لايريك وبتقول له على اللي شافته وان الابحاث اللي كان بيعملها مع والدها ما راحتش هباء، فبيقول لها ايريك ان النار كلت كل حاجه في المختبر، وبتوري له ابريل صور السلاحف وبتقول له انها قابلتهم، فبيتفاجئ ايريك وبيقول لها ان المشروع اللي كانوا بيشتغلوا عليه اسمه مشروع النهضه وانهم حقنوا السلاحف بمصل يقدر يشفي الجسد، وبيقول لها ان لازم ناخد عينه من دمهم علشان نعالج البشريه.
الحرية وبيديها كرت علشان لو عرفت حاجة تقوله، وبعدين بتكون إبريل في البيت بتتصفح وفجأة دوني بيخترق اللابتوب بتاعها وبيحدد لها مكان تقابلهم فيه، وفعلا بتروح للمكان وبياخدوها السلاحف لبيتهم، وبيتقابل إبريل سبلينتر اللي بيبقى عارف إنها هي اللي أنقذتهم من الحريق وبيشكرها. وبنرجع لإيريك اللي بيروح لشريدر وبيقوله إن المدافعين اللي كانوا بيبوظوا عملياتنا طلعوا السلاحف اللي افتكرناهم ماتوا في الحريق، وبيقوله شريدر يجيبهم وساعتها يقدروا إن هم يسيطروا على مدينة نيويورك. وبيرد عليه إيريك وبيقوله إن هو إدى لإبريل كارت فيه جهاز تعقب وهي اللي هترشدنا للسلاحف، وفعلا بيقدروا يعرفوا موقعها. وبنرجع لسبلينتر اللي بيحكي لهم على اللي حصل، وإن في مرة بعد ما أبو إبريل وإيريك حقنهم بمصل سمع صوت زعيق ولقى أبو إبريل بيحرق في المختبر لأنه عرف مخططات إيريك الشريرة في السيطرة على نيويورك وإنه مات في الحريق لحد ما إبريل جت ونقذته هو والسلاحف، وبيشكره على اللي عملته وبيقول إن بعدها اشتغل المصل وتحوله كلهم لشكل أكبر، وإن سبلينتر اعتنى بالسلاحف الأربعة لحد ما بدأوا يكبروا. وفي يوم أثناء ما بيلعبوا لعبتهم المفضلة واللي بيبقى اسمها باك باك لقى كتاب لتعلم فنون النينجا وإنه بدأ يتعلم، ولما باقي السلاحف شافوه بدأوا يتعلموا منه واتطوروا بسرعة. وبيسألها قالت لمين إنها شافتهم، فبترد عليه إبريل وبتقول له إن الوحيد اللي صدقها هو إيريك، فبيقول لها سبلينتر إن إيريك شرير وإن شريدر الشرير الأكبر هو اللي رباه في اليابان وأكيد هو بيطيعه في أي أمر بيقوله ليه، وبيقول له طلبه إن شريدر محارب قوي جدا وإن مفيش حدود لقوته. وبتفتكر إبريل الكارت اللي إداه ليها إيريك، وفي الوقت ده بيكون أفراد عصابة فوت كلان بيقتحموا المكان وبتكون ذخيرتهم المخدر وبيفجروا الجدار الخاص ببيت السلاحف وبتبدأ معركة ما بينهم، وبيخبي مايكل إبريل في المكان وبيدخل شريدر وبيقابله سبلينتر، بتحصل حركة قوية ما بينهم ولكن شريدر بيبقى قوي جدا، ولما بيحاولوا السلاحف يروحوا ينقذوا سبلينتر بيقفل عليهم الباب علشان خايف عليهم من شريدر، ولما بيفتحوا الباب بيهددهم شريدر بقتل سبلينتر لو ما رموش الأسلحة، وفعلا بيرموها وبيتكهربوا من قبل أفراد العصابة. ولما بيسأل شريدر عن رافائيل بيقولوا له إن هو مات فبيدمر المكان باللي فيه، وبعدين بنرجع للحطام وبيلاقي رافائيل لسه عايش، وبيروح للمعلم وبيوديه لغرفة العلاج وبيقول له سبلينتر انقذ اخواتك، وبيلاقي إبريل بتتصل بفرن علشان يوصلهم وبتقول له على المكان، ولما بيوصل لها بتقول له يوصلها لمقر إيريك ساكس علشان هيوصل السلاحف المتحولة هناك، ولكنه بيبقى مش مصدقها. وأول ما بيظهر ليه رافائيل بيتخض فرن وبيتحرك، وبنرجع للسلاحف التلاتة اللي بيبقوا في مقر إيريك، وبنعرف إن إيريك عايز ياخد دمهم اللي في المصل لحد ما يقتلهم، وبيقولهم إن مقره هو أطول برج في نيويورك وإن في آخره أطنان من السموم الكيميائية، وإن بعد دقايق شريدر هيطلقها عشان تقتل سكان كتير من المنطقة، وإن ساعتها الناس هتقلق ويجي دور شركته واللي هيكون عندها اللقاح اللي بيشفي من السم واللي هياخدوه من دمهم. وبنروح لرافائيل اللي بيومر فيرن يقتحم المقر بالسيارة، وفعلا بيعمل كده وبيطلع رافائيل وبيضرب أفراد العصابة وبيقدر يدخل لإخواته ولكنه مش بيقدر يفتح لهم الصناديق، وبيجيله شريدر وبيفضل يضرب فيه لحد ما دوني بيقول لإبريل تزود مفعول الإدرينالين في دمهم، وفعلا بتعمل كده وبيكون شريدر ساب رافائيل وخرج. وبنرجع للسلاحف اللي بيقدروا إنهم يخرجوا من صناديقهم بسبب مفعول الإدرينالين، وبيروح رافائيل وبيخرجوا مع بعض عشان يوقفوا شريدر من تشغيل مفعول السم، وبيلاقوا رجالة كتير بره وبيقدروا إنهم يضربوهم، وبعدين بيركبوا شاحنة وبيسوها فيرن وبيطاردهم كراي وبقية أفراد العصابة، وبينضرب عليهم آر بي جي فبينزلوا في منحدر ثلجي، وأثناء كده بتقوم عركة قوية ما بين السلاحف وأفراد العصابة، وبيقدروا السلاحف إنهم يخلصوا عليهم، وبيقدر رافائيل إن هو يدمر السيارة اللي فيها كراي، وبعدين بيقدروا السلاحف يروحوا لمقر إيريك وبيكون شريدر بيجهز السم عشان إيريك يطلقه، ولكن شريدر بيقدر يضربهم كلهم وبنعرف إن لسه 5 دقايق على إطلاق السم، وبيقرروا السلاحف يلعبوا لعبة باك باك اللي كانوا بيلعبوها وهم صغيرين، وبيقدروا إن هما يتجمعوا مع بعض ويضربوا شريدر، وبيفضل دوني يحاول يوقف إطلاق السم ولكن شريدر بيقوم وبيفضل يضرب في إخواته لحد ما دوني بيقدر إنه يوقف إطلاق السم، فبيبدأ شريدر في ضرب الحمل اللي شايل السم عشان يقع على المدينة ويتفجر، ولكن السلاحف بتقدر تشيله، ولما بتدخل إبريل بإزازة اللقاح اللي اتسحبت من دم السلاحف بيجري على شريدر وبيوقعها، وبتاع حديدة من البرج بيمسكوا فيها وبيجوا السلاحف علشان يساعدوا إبريل وبيقدروا إن هم يوقعوا شريدر. وبينزلوا بالحديدة على الأرض ومش بيحصل لهم حاجة لأنهم بيهبطوا على رجلهم القوية، وبعدين بيروحوا لمعلمهم سبلينتر وبينقلوا للقاح وفعلا بيتشفي.